سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم مرة أخرى. معكم طارق في العروض العقارية المختلفة. اليوم كنقدم لكم، ولا جيت باش أني نوصف لكم إحدى الشقق اللي هي موضوع بيع ثاني بما معناه دوزيام ما غادي تتبع النوبة الثانية، وكتباع بجوج ديال الواجهات. هذه هو الحاجة اللي دفعتني أنني نجي نصورها، هي أن فيها جوج الواجهات وماشي غير هذا الشيء، حتى الموقع ديالها اللي كتواجد على مقربة من واحد من أكبر وللشوارع المعروفة بمدينة مكناس. ومن مدينة مكناس كنقدم لكم التحية والسلام. كانت واجهة على مقربة من الهيها عندي شارع محمد السادس، كيبعد تقريبا على هاد الشقة هذه بواحد 200 متر تقريبا باش بعيد عليا. عندي هذا هو المطبخ، نجيو نشوفوا بعدا باش تعرفوا في صالة الهندسة العقار. أول شيء يجب معرفته عندي هو هذا المدخل الرئيسي ولا الباب الرئيسي ديالي، هي هادي. عندي هادو هما الدروج، الدروج ديالي بالمحدد ديالي. ما كاين حتى شي شقه، فقط شقه واحده في كل طابق، اللي هي هادي مثلا شقه جات بوحديتها في الطابق هذا. بالمحادات ديال الدخله تلقاو عندي المطبخ. المطبخ فيه البلاصه فين دير الثلاجه، بلاكارات اللي مصاوبين بالخشب. علاش؟ لان كما قلت لكم العقار ديال اليوم راه موضوع بيع ثاني، اذا الفينيسيون اللي غادي تكون شيئا ما فايتها الفينيسيون ديال دابا. اما بالنسبه للصاله فالصاله زوينه. علاش؟ لان عندي صال سيجور ديالي، سيجور ديالي فيه بالكون ديالو، وهذا البالكون باطلاله على واحد البلاصه اللي هي اسباس فير ولا اس فضاء فارغ، ما قدامك حتى شي حاجه، كاين مسجد حداك، مدارس بحال دابا المواصلات والمرافق، فكلهم كاينين اعزائي المشاهدين على مقربه من العقار ديالي ديال اليوم. بالنسبه للسقف شوفوا كي داير، كله دايرينو بهاد الديكورات هادو بحال العود بحال اللي مصاوب بالخشب. وبالنسبه للصالون فهو كبير. عاودها بالنسبه للاطلاله فهي اطلاله زوينه. اقل فيه تقريبا مساحه اجماليه ديال 120 متر مربع ولا 110 متر مربع، على ما اظن 110 متر مربع كمساحه اجماليه. عندنا هنايا بالنسبه للغرف، غرفه الوالدين فيها الحمام ديالها، وهذا الدوش طواليت. هاد الدوش هاد الطواليت كاين هنا في الخلف بلاكارات، بلاكارات فيهم الفوق والتحت، والشميشة داخل العقار مشمش مزيان العقار ليه مشمش. هنا كانت عندي الغرفة رقم واحد، عاودو نشوفوها. غرفة رقم واحد راه فيها بلاكار ديالها، فيها حمام ديالها وهذا، ودوش وطواليت. دي هنايا الغرفة رقم اثنان، الغرفة الثانية. عندي هنايا الغرفة الثالثة، جات بجوج د الواجهات. شحال هاد العقار هذا؟ قاطعين هما ليه ب 640 ألف درهم، 64 مليون. ماشي غير هادشي، مازال ليا هنا واحد الغرفة بحال دريسينغ، دايرين فيها ليزيطاجيغ، دايرين فيها حوايج ديالهم معلقينهم. وهاد الثمن هذا فقابل مفتوح القوس للنقاش، فيكفي الإنسان انه يجي يشوف العقار وراه الثمن يبقى قابل للنقاش للتفاوض. كنقول لكم اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله، ولا اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله عما قريب مع طارق.